هلا كان عندنا محل، كان عندي محل. وبيت يعني مستورين الحمد لله. كنا الساعة 5 نسكر نروح على البيت ناخذ المرة والأولاد نطلع سيارانة ندلل 10 بالليل 11 نحن حالنا بنرجع على بيتنا. هلا هذا كله انحرمنا منه. دقوا لي عالم قالوا لي بابتي عربي فرنسي 6 غرف، قالوا لي الطابق الفوقاني كله رايح، الطابق الفوقاني كله رايح على الحارة، الطابق التحتاني مو صفيان منه غير غرفة واحدة أنا فيها يعني الأغراض بقى. صار قصف كتير كتير مو شوي، عرفت كيف؟ فحملت حالي ورحت، طلعت من جوبر على الغوطة، طلعت على طريق المليحة، تعرف المليحة؟ طلعت على طريق المليحة هيك على الدويلعة. عائلتي دشرتها أنا هناك 3 شهور. لما صار قبل ما يسكروا الطريق تبع المليحة بشوي دقيت لها قلت لك اطلعي وطالعي هالولاد ما بدنا شيء. ما عاد بدنا ولا غرض بس طلعوا. طلعت أم جمعة تانية سكر الطريق. بالنسبة لوالدي ووالدتي ما رضوا يطلعوا مشان اخواتي اللي انا استشهدوا. عرفت علي؟ بقول لك لا بنموت جوا ما بنطلع لبرا. يعني تشطبت لي؟ لحالي. لحالي لوحدك. يعني هل من المعقول واحد صار له هلا 5 سنين ما شاف ابوه وامه مو مشتاق لهم؟ ولا بغربه ولا بغربه كان اجاهم. كيف نحن بالبلد ما عم نشوفه؟ نازلين فينا ذبح بالأشجار. كان البيت كله كان 7000 فرع، أخرب بيت هلا بتروح أخي بدنا بيت 50-60 ألف. لك هاي وينك بالجبل؟ ما انت؟ يعني صارت لا الواحد يروح يموت احسن له. عم نشتهي للموت ما عم يجينا. رحنا بعنا الذهبات جهة المرة، اشترينا هاي السيارة، اشترينا شوط بضاعة، وجينا لهون صرنا نشتغل الحمد لله رب العالمين. وشوي شوي يعني الله كرمنا. هلا أنا بتمنى إذا بيرجعوني على جوبا وأقعد بخيمة، خيمة بشادرة أنا مبسوط أحسن من هالزل هذا. هلا مو كل دمار وهذا بس إبلام فيه، بس هي تهدى الأوضاع بقى.